لمواكبة مخطط صناعي أكثر فاعلية ونجاعة، شركة صفران المتخصصة في مجال صناعة الطيران تدشن توسيعة موقعها الخاص بحاضنات محركات الطائرة بمدينة الدار البيضاء. التوسعة المقامة على مساحة 6000 متر مربع كلفت استثمارات مالية تفوق 115 مليون درهم. اليوم فتنا مرحلة اللي هي مرحلة ديال تطوير كل اجزاء ديال هاد لاناسيل لعدد من الطيارات، غيوليو يتصنعوا غير في المغرب وكاملا وفي فرنسا. 60% ديال هاد الاجزاء ديال المجموعه غتصنع في المغرب. هذه ثقه كبيره في الكفاءات والقدرات المغربيه في اطار تنجيل استراتيجيه تقويه المنظومه الصناعيه حسب تعليمات ديال سيدنا الله ينصره. تعد المجموعة الدولية الموجودة في المغرب منذ أكثر من 20 عاما أول فاعل رائد في قطاع الطيران بالمغرب، وأول مشغل في هذا القطاع ب3400 مستخدم. ويؤكد طموح مجموعة صفران لتطوير أنشطتها بالمغرب مكانة المملكة المغربية على الخريطة العالمية لصناعة الطيران. نحن هنا في المغرب منذ 20 عاما ولدينا شراكة قوية مع المغرب، ونحن جد سعداء بوجودنا هنا. أصبح المغرب ضمن النظام الاقتصادي لصناعة الطيران ويتقدم بثبات من أجل تأهيل الأطر العاملة في المجال. هذه التوسعة التي قمنا بها اليوم تعكس مدى الخبرة الكبيرة التي تتوفر عليها الأطر في الوحدة الصناعية من خلال إتقان هذه الأطر التكنولوجية الحديثة. وبخصوص الأرقام، ستقوم هذه الوحدة بمضاعفة الإنتاج بالمقاولة. ينضاف نشاط هذه المقاولة الدولية التي تعد من أبرز المزودين الرئيسيين بمعدات الطيران على الصعيد العالمي إلى أنشطة استثمارية دولية أخرى في مجال صناعة أجزاء الطائرات. وتعكس المشاريع الاستثمارية الثقة الكبيرة التي يحظى بها المغرب على الصعيد الدولي في مجال توفير مناخ الاستثمار والتوفر على الإمكانات البشرية المؤهلة لضمان نجاح مثل هذه المشاريع.